هو دي، وان ما حدش يقدر عليه الا موليس. ايه ده؟ مين اقترح عليك ان انت تعمل تيك توك في الكواليس عشان برضو اهو اهو محب محب هو اللي طلع فكرة التيك. انا ماليش لا في التيك توك والله ولا في حاجة. انا يا دوب ابص على الفيسبوك واما اشوف في 60 تعليق بيغمى عليا، طب هرد عليهم 60، فما بالك بقى دلوقتي يوصلوا 600 و700 تعليق. فالاخ راح عمل فيديو، وعملنا على فكرة الفيديو ده عملناه اول اسبوع يا جماعه، اول اسبوع في المسلسل عملنا بتاع ولا واحد ولا 100. صحيت الصبح الاسبوع اللي فات ولا اللي قبليه، ولا الفيديو يعني راح منزله هو الاستاذ وكاتب لما نسال اكرم كم جريمه عملتها، طالع انا بقول ولا واحد ولا 100 ولا 1600. تيك توك ده ضرب. بص النكته مش هنا، هو منزله بصفحته جاب كام مشاهده؟ جاب 3 مشاهدات. نزلته بصفحتي جاب 4000.